النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، أو بالأحرى سنبدأ بآخر خرائط الضغط الجوي الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، وتشير إلى استمرار تموضع مرتفع جوي فوق الأراضي العراقية ممتد من مناطق غربي القارة الآسيوية باتجاه المملكة، وهو تموضع منذ عدة أسابيع، وهو مسؤول عن حالة الانحباس المطري التي تعيش بها المملكة. حتى خلال الأيام القادمة كما نلاحظ هناك بشكل عام وجود، لا يوجد تغييرات كبيرة على الحالة الجوية. نلاحظ المنخفض البحر الأحمر ممتد باتجاه مناطق شمال الأراضي المصرية، بينما هذا المرتفع الجوي مسيطر على مختلف مناطق شرقي البحر المتوسط بما فيها بلاد الشام، وبالتالي تستمر حالة الانحباس المطري. ولكن على الجانب الآخر، يتوقع خلال هذا الأسبوع أن تتأثر المملكة تدريجيا بكتلة هوائية دافئة تعتبر غير معتادة لمثل هذا الوقت العام، وسترفع كثيرا درجات الحرارة خلال ما بعد منتصف هذا الأسبوع. سنبدأ بالخرائط الجوية، درجات حرارة قرب سطح الأرض لليوم السبت. نلاحظ اللون الأخضر كما تلاحظون، هذا اللون هو ينم على درجات الحرارة تقريبا حول المعدلات، اللون الأصفر درجات حرارة أعلى من المعدلات، واللون الأحمر هو درجات حرارة أعلى بكثير من المعدلات. نلاحظ يوم الأحد كيف أن هناك كتلة هوائية دافئة تبدأ بالصعود من الأراضي الإفريقية باتجاه المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. تدريجيا هذه الكتلة ستتقدم باتجاه المملكة بمشيئة الله تعالى. كما نلاحظ أيضا يوم الاثنين فوق الأراضي المصرية هناك ارتفاع كبير متوقع درجات الحرارة، كما نلاحظ هذا اللون الأحمر. وسنلاحظ أيضا على الجانب الآخر هذا اللون الأخضر سيبدأ بالانحسار التدريجي نحو الشرق مبتعدا عن المملكة. هذا التقدم للكتلة الهوائية الدافئة يتوقع أن يستمر كما نلاحظ لنصف اليوم الثلاثاء، تصبح معظم مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط ضمن تأثير كتلة هوائية دافئة غير اعتيادية، سترفع درجات الحرارة بشكل كبير جدا، ربما تتجاوز في العاصمة عمان حاجز 20 درجة مئوية. ولكن على الجانب الآخر كما نلاحظ بعد ذلك يتقدم هواء بارد من جديد تدريجيا باتجاه المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي نتوقع أن هذا الدفء مع وجود ذروته يوم الأربعاء فوق الثلاثاء والأربعاء وحتى الخميس فوق المملكة، لكن نتوقع أن ينحسر بشكل تدريجي اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى. نعود إلى الأجواء الآن مرة أخرى، إلى الأجواء المتوقعة نهار يوم غد الأحد. الأجواء تكون مشمسة، درجة حرارة تقريبا حوالي 17 درجة مئوية في ساعات النهار، وهي نستطيع القول أعلى من معدلاتها المعتادة بعدة درجات. معدل درجة الحرارة تقريبا في العاصمة ما بين 11 إلى 12 درجة مئوية، والأجواء مشمسة بوجه عام. نتعرف الآن على أحوال الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة والتي في العاصمة عمان. كما نلاحظ إذن يوم الأحد 17 إلى 8 درجات مئوية، يوم الاثنين من 17 إلى 9 درجات والأجواء مشمسة. نلاحظ يوم الثلاثاء 18 درجة مئوية في ساعة النهار، 10 درجات مئوية في ساعة الليل، درجات حرارة أعلى بكثير من المعدلات، وترتفع الأربعاء إلى ربما 20 و 21 درجة مئوية. هناك طبعا المزيد من التفاصيل عبر النشرة الجوية الأسبوعية التي ستتحدث عن أحوال الطقس خلال هذا الأسبوع. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. ندعو الله أن يسقنا الغيث في القريب العاجل. الانقطاع والانحباس المطري أصبح طويلا جدا وغير معتاد، وكميات الأمطار دون المعدلات بشكل كبير جدا. ندعو الله ونتأمل أن يتغير الطقس بعيد منتصف هذا الشهر وفق المؤشرات الواردة. دمتم بخير جميعا، إلى اللقاء.